أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا طالب بإحدى الجامعات في الرياض، وعندي محاضرة بعد صلاة المغرب، ونسمع الأذان والصلاة في مسجد قريب من الكلية داخل الجامعة. يقول: هل أكمل المحاضرة حيث إنهم لا ينتهون إلا بعد الصلاة المقامة بالمسجد ونصلي جماعة مع الزملاء، أم أستأذن وأجيب النداء وأصلي مع الجماعة؟ أعد السؤال. يقول: أحسن الله إليكم، أنا طالب بإحدى الجامعات في الرياض، وعندي محاضرة بعد صلاة المغرب، ونسمع الأذان والصلاة في مسجد قريب من الكلية داخل الجامعة. يقول: هل أكمل المحاضرة حيث إنهم لا ينتهون إلا بعد الصلاة المقامة بالمسجد ونصلي جماعة مع الزملاء، أم أستأذن وأجيب النداء وأصلي مع الجماعة؟ هذا العمل لا يجوز من الجامعة، واجب يراجع مدير الجامعة والمسؤول، لأن تجعل المحاضرة تنتهي قبل الصلاة أو تبدأ بعد الصلاة. أما أن الأذان قريبا منهم ويستمرون في المحاضرة، وفي الرياض أيضا عاصمة التوحيد وعاصمة، هذا أمر لا يجوز، يجب مراجعة المسؤولين في هذا الأمر، يعدلوا الجدول. نعم. الله جل وعلا قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا سمعوا المؤذن خفضوا المكاييل والموازين وذهبوا للصلاة. نعم.